بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هناخد ال PCR او البوليميريزي تشين رياكشن، which is a technique used عشان اعمل DNA amplification. عندي سيجمنت معينة وعايزة اطلع منها millions of copies، اروح واخدة هذه السيجمنت واروح عاملة عليها steps معينة وادخلها جوه جهاز معين اسمه الثيرمال سايكلر في اللاب عندي، ويروح يطلع لي millions of copies of these segments اللي انت عايز تعمل لها amplification. فعشان بعمل amplification للDNA في اللاب جوه جهاز، ده بقول عليه in vitro DNA amplification. ده بقى عكس مين اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. احنا برضو المرة اللي فاتت اخدنا in vivo DNA amplification جوه البكتيريال سيلز، العملية اللي احنا قلنا عليها اسمها ايه؟ كلونينج. يبقى اما كتر سيجمنتس ده اسمه دي ان اي امبليفيكيشن، اعمل كوبيز كتير من دي ان اي بارتيكولر سيكونس عندنا، ماشي، او جين معين عايزه اعمل منه مليونز اوف كوبيز، بعمل له البي سي ار او البوليميريز تشين رياكشن في اجهزه معينه في اللاب بسميها الثيرمال سايكلرز. خلاص هنشوفها بعد شويه. المهم يعني ان انا بعمل مالتيبل كوبيز ان فيترو. طيب عشان اعمل المالتيبل كوبيز ده هي ان فيترو، لازم اكون عارفه الفلانكينج سيكونس اوف ذا جين اوف انترست. يعني ايه؟ يعني انا عندي جين عايزه اعمل منه دي ان ايه، عايزه اعمل منه مالتيبل كوبيز، عايزه اعمل له امبليفيكيشن. الجين بتاعي ده مثلا وليكن هذا الجين، خلاص جين اكس دوت عايزه اعمل منه مليونز اوف كوبيز عشان ادرسها مثلا. فلازم اكون عارفه السيكونس ده، ولازم اكون عارفه السيكونس ده بتاع هذا الجين، ده الفلانكينج سيكونسز بتاعه الجين اوف انترست. اشمعنى يعني ليه ببقى عايزه اعرف الانز بتاعه الجين، السيكونس بتاعها ليه كده؟ عشان الستبس اللي هنشوفها بعد شويه. يبقى مبدئيا لازم اعرف الفلانكينج ريجون بتاعه الجين بتاعي، السيكونس بتاع النيوكليوتايد ماشي ازاي. طيب هعمل ازاي بقى البي سي ار؟ الستبس بتاعتها هتوضح لنا الموضوع حبه حبه. البي سي ار ده التكنيك دوت محاكاه للدي ان اي ريبليكيشن اللي بتحصل عندنا جوه السيل. طيب مش انا عشان اعمل دي ان اي ريبليكيشن، قلنا الاول ان احنا بنفصل التو سترينز عن بعضيهم، بنعمل انويندنج، بنعمل سيباريشن للتو سترينز، وبعد كده نجيب برايمرات، وبعد كده البوليمريز يبني. نفس الفكره بالظبط هنطبقها بس في جهاز. فهنعمل ايه بقى؟ عندي تيوب اسمها البي سي ار تيوب، انبوبه كده صغيره خالص بقول عليها بي سي ار تيوب. دي هحط فيها كل الماتيريالز اللي انا محتاجاها عشان اعمل امبليفيكيشن للدي ان اي سيجمنت اللي انا بختارها او للجين اللي انا بختارها مثلا. فلازما هيكون في التيوب دي ايه ماتيريال، احط ايه جوه التيوب؟ اول حاجه طبعا احط الدي ان اي اللي انت عايز تعمل له امبليفيكيشن، خلاص تارجت دي ان اي سيكونس بتاعك هتعمل امبليفيكيشن ليه. طيب بعد كده تروح حاطط ايه بقى؟ نروح حاطين له البرايمرز. البرايمرز اللي المفروض مش احنا نعمل ريبليكيشن، يعني الدي ان اي سيجمنت بتاعتي المفروض بيحصل لها سيباريشن والبرايمرز تمسك في الاطراف عشان يجي بعد كده البوليمريز يبني. فيبقى عندي التارجت دي ان ايه بتاعي، يعني انا مثلا بروح سحبه عينه بلاد من المريض، خلاص عينه البلاد دي باخد منها دي ان ايه اكستراكشن، استخلص منها الدي ان ايه، يبقى انا عندي كده دي ان ايه ماتيريال. طيب انا في جين معين جوه الدي ان ايه دوت انا عايز اعمل له امبليفيكيشن، ازاي بقى اختاره ازاي او انا ازاي؟ من البرايمر ديزاين اللي انت بتعمله، تعمل له برايمرز سبيسيفيك لهذا الجين. طب ما هعملها له ازاي سبيسيفيك لهذا الجين او كومبليمنتري لهذا الجين ازاي غير لما اكون الاول عارفه الفلانكينج ريجون؟ يبقى انا عندي الجين اهوت عايزه عندي بقى السيل الدي ان اي اكستراكشن في كل الدي ان اي، بس انا عايزه اكتر ده بس الاكس جين ده بس. فاروح مصنع برايمرز، اقول للشركات تصنع لي برايمرز تبقى كومبليمنتري للايه للفلانكينج ريجونز، يعني ده برايمر اهو وده برايمر تاني. بقى انا بقول للشركات بتاعه الكيتس بتاعه اللي احنا بنستخدمها في البي سي ار رياكشنز، انا عايزه البرايمر بسيكونس كذا، وادي له السيكونس. طب انا بدي له السيكونس ده ازاي؟ ببقى عاملاه كومبليمنتري للفلانكينج ريجون دهيت. خلاص عشان كده عرفنا اهميه ان انا ابقى عارفه السيكونس بتاع هذا الفلانكينج ريجون. بعرفه منين؟ في دي ان ايه داتابيس كده بتبقى معروفه الجينات السيكونس بتاعها ايه، برضو الشركات هي اللي بتقول لنا عليها.
طيب اروح عامله فبجيب بقى اروح جايبه البرايمرز دي، وبعد كده المفروض بقى المتوقعين ايه اللي هيحصل بعد كده. المفروض البرايمرز دي هتلزق عند المناطق الخاصه بيها الكومبلمنتري ليها، وبعد كده تروح ايه بانيه بقى تو سترينز. يبقى انت كده عملت ايه، تو موليكيولز بدل ما كان موليكيول واحد من الجين دوت، انت عملت منه ايه تو موليكيول. ده مبدئيا في الجهاز بقى بيحصل ايه، الاثنين دول التو موليكيولز دول كل واحد فيهم يديك تو موليكيولز خلاص، وبعد كده الواحد ده يديك اتنين ويديك اتنين وهكذا. نمشي بقى كده اكسبونينشال امبليفيكيشن، نكتر بالشكل ده كده، فيديك بقى في الاخر خالص بعد ال 2 اورز اللي بيعدوا دول بنحصل على مليونز اوف كوبيز من السيجمنت اللي احنا ايه حطيناها. يبقى اول حاجه بجيب الدي ان ايه بتاعي، تاني حاجه بصنع البرايمرز الخاصه بالسيكونس اللي انا عايزه اعمل له امبليفيكيشن، تو سينثيتك دي ان ايه برايمرز، الدي ان ايه وتو سينثيتك دي ان ايه برايمرز. وقلنا البرايمرز دي لازم تبقى كومبلمنتري للاند اوف ايتش ستراند بتاع التارجت دي ان ايه بتاعي اللي انا عايزه اعمل له امبليفيكيشن. وقلت ازاي هتصنع البرايمر، هتصنعه كومبلمنتري للفلانكينج ريجون، بطلب من الشركات ان هي تعمله بسيكونس معين. البرايمرز دي بتبقى مواصفاتها تقريبا بتبقى في حدود من 20 ل 30 نيوكليوتايد خلاص، وزي ما قلنا بتبقى ايه دي ان ايه نيوكليوتايد وكومبلمنتري للفلانكينج ريجون. طب محتاجه احط ايه تاني في التيوب؟ انا حطيت الدي ان ايه بتاعي، حطيت له البرايمرات، تفتكروا بقى محتاجه ايه تاني؟ هو مين اللي هيكتر، مين اللي هيبني بعد البرايمر؟ مش البوليميريزس هي اللي بتبني الاسترانز. اروح جايبه له نوع معين من انواع البوليميريزس اسمه هيت ستيبل دي ان ايه بوليميريز، او له اسم تاني اسمه التاك بوليميريز خلاص. ليه جاي منين؟ جاي الانزيم دوت الهيت ستيبل دي مهمه قوي. هيت ستيبل ليه؟ هو انا اول حاجه اول خطوه خالص عشان اعمل منها امبليفيكيشن، مش انا ببعد التو سترينز عن بعض؟ طيب انا ببعد التو سترينز عن بعض عن طريق ايه؟ ان انا التيوب دي بعد ما ادخلها جوه الجهاز في خطوه مهمه جدا اسمها دي ناتوريشن. ازاي تبعد التو سترينز عن بعض عشان تسمح للبرايمرز انها تلزق؟ بالتسخين، بالهيتنج. فانا بوصل درجه حراره عاليه جدا مثلا 95 درجه عشان ابعد التو سترينز عن بعض، عشان افسح المجال للبرايمرز انها تدخل وتمسك في المنطقه بتاعتها. طب انا فتحت التو سترينز عن بعضيهم بالهيت ال 95 درجة، فلازم البوليمريز اللي انت هتستخدمه يكون بيستحمل درجات الحرارة العالية دي. اصل البوليمريز اصلا عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتينات انزيمز، فالبروتينات ممكن بيحصل لها جدا دي ناتوريشن او تتكسر. يعني لو كان هو بوليمريز عادي كان على طول اول ما يتعرض لل 95 درجة زي اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل سيباريشن للتو سترينز هيتكسر على طول. فعشان كده بستخدم نوع معين من البوليمريز اسمه هيت ستيبل دي ان ايه بوليمريز، ودوت الاشهر اللي هو اسمه التاك بوليمريز، ودوت بجيبه من بكتيريا بيستخلصوه من بكتيريا اللي هي اسمها الثيرموس اكواتيكاس، ده نوع من البكتيريا بيتحمل درجات الحراره العاليه جدا خلاص. وعشان كده بقى الانزيم دوت ما يحصلوش دي ناتوريشن عند الهاي تمبريتشر. طيب يبقى انا حطيت الدي ان ايه السيجمنت بتاعتي، حطيت البرايمرات بتاعتي، حطيت البوليمريز اللي هيبني على البرايمرات بتاعتي، فاضل ايه؟ فاضل الطوب اللي بنبني بيه بقى، نحط له كمان الدي اوكسي رايبو نيوكليوتايد ترايفوسفات، نحط الدي اوكسي اي تي بي دي اوكسي جي تي بي دي وهكذا بقى. كل الاربع تايبس من النيوكليوتايدز بتاعتي اروح حطهم له عشان هم دول اللي البوليميريز هيبني بيهم الاسترانس بتاعتي. طيب الخطوات بتاعتي بقى ايه؟ الستيبس بتاعتي احنا كده استشفينا تقريبا الستيبس. اول حاجة هنعملها يبقى نبص بس على الرسمة كده الاول دي. يبقى احنا حطينا ايه بقى في البي سي ار تيوب الصغيرة دي؟ حطينا ايه؟ حطينا السامبل بتاعتي بتاعت الدي ان ايه، حطيت البرايمرات الخاصه بالجين اللي انت عايز تعمل له امبليفيكيشن، او خاصه بالدي ان ايه سيجمنت اللي انت عايز تعمل له امبليفيكيشن، حطيت له النيوكليوتايدز بتاعتك الادينين والسيتوزين والجوانين والثايمين، حطيت له التاج بوليميريز بتاعك اللي هيبني لك ايه الـ يعني اللي هيرص النيوكليوتايدز دوت كومبلمنتري للسترينز بتاعتنا. طيب حطيناها في البي سي ار تيوب بتاعتي، اروح مدخلها البي سي ار تيوب جوه الجهاز ده بقى اللي هو اسمه ايه ثيرمال سايكلر. ثيرمال سايكلر دوت هيحصل فيه ايه بقى؟ اول خطوه بتحصل انا بظبط الجهاز على درجات حراره معينه. فاول بظبطه ازاي بقى؟
اول حاجه بظبطه ان لازم يحصل دي ناتوريشن. يعني ايه دي ناتوريشن؟ يعني اعلي درجه الحراره قوي بتاعه الجهاز لمده 95 درجه سيليزيه عشان اعمل سيباريشن للتو سترينز بتوعي. اهو سيباريشن او دي ناتوريشن، السترينز ار سيباريتد او ملتد عن طريق ان انا بسخن 95 درجه سيليزيه ل 15 ثانيه الى دقيقتين. يعني بيقعد كده من 15 ثانيه الى دقيقتين في 95 درجه سيليزيه. طب عملت سيباريشن، انت عايز تعمل ايه بعد كده؟ عملنا سيباريشن، احنا عايزين نساعد البرايمرات ان هي تلزق في الكومبلمنتري سيكونسز ليها. يعني اعمل خطوه اسمها انيلينج، اعمل خطوه اسمها انيلينج. ايه بقى الانيلينج ده؟ عشان اعمل انيلينج واساعد البرايمرات انها تمسك، لازم اخفض درجه الحراره شويه، انزلها ل 50 الى 65 درجه سيليزيه لمده تقريبا دقيقه او 3 دقائق. لما اخفض درجه الحراره ده بيساعد البرايمرز ان هي تمسك في الكومبلمنتري سيكونسز بتاعتها اللي موجوده على الجين اللي انت عايز تعمله امبليفيكيشن. طيب درجة الحرارة دي بنختارها ازاي؟ الشركات لما بصنع البرايمر بتاعي بتجيب لي كده ان البرايمر دوت الميلتنج تمبريتشر بتاعته كذا، فانا اختار درجة الحرارة بتاعت الانيلينج عشان اساعد البرايمر ان هو يمسك، ان انا بخفضها عن الميلتنج تمبريتشر بتاعت هذا البرايمر تقريبا من 2 الى 3. يعني البامفلت بتاعت البرايمر بتجيلي بتقولي البرايمر اللي انت طالباه مثلا السيكونس بتاعه كذا، التي ام بتاعته كذا، فانا ببص على التي ام بتاعته دي اللي هي درجة الحرارة اللي ايه التي ام الميلتنج تمبريتشر بقى، افتكروا احنا خدناها قبل كده، درجة الحرارة اللي المفروض البرايمرات هتفصل عن الدي ان ايه، مش هيبقوا كومبليمنتري، مش هيمسكوا في بعض. 50% تي ام اللي هي درجة الحرارة اللي 50% من الدبل ستراند الدي ان ايه هيبقى لوست، هيبقى سنجل ستراند الدي ان ايه خلاص. فالميلتنج تمبريتشر بتاعت البرايمرات دي بقى بتجيلي في البامفليت جاهزه، بيقول لي هذا البرايمر الميلتنج تمبريتشر بتاعه مثلا 50. اقوم انا بقى اظبط الجهاز بتاعي عشان اساعد البرايمرات تلزق في الفلانكينج ريجون عند درجه حراره اقل من ال 50 دي ب 2 الى 3 درجات. يعني اعملها مثلا ايه 48 47 في الحدود دي مثلا خلاص. يبقى الرياكشن ميكتشر مش مشكله تعرفوا لي حته الميلتنج تمبريتشر دي قوي، بس يعني ايه اعرفه علشان اساعد البرايمرات تمسك بخفض درجه الحراره خلاص. اخفض درجه الحراره تقريبا بعملها تقريبا، بس في حاجات تانية من 50 ل 65، بس يعني في اكسبشنز في المواضيع دي، يعني درجه الحراره دي مش ضروري قوي تبقى من 50 الى 65، بس بنظبطها لمده دقيقه الى 3 دقائق. الانيلينج او البرايمنج او الكولينج دوت بيساعد الايه البراي الانيلينج بتاع البرايمرز للفلانكينج ريجون. طيب بعد كده بقى البرايمرات لزقت في اماكنها خلاص في الكومبلمنتري سيكونسز بتاعتها، ابني الاسترانس بقى على هذه البرايمرز، اعمل بوليمرايزيشن او اكستنشن او الونجيشن ليها. فابني بقى مين اللي هيبني لي التاج بوليمريز بتاع الانزيم اللي انا حطاه دوت، تقريبا بظبط في درجة الحرارة المناسبة، يعني هتبقى للإكستنشن 72 لمدة 30 ثانية. وطبعا في وجود مين؟ في وجود النيوكليوتايدز بتاعتي، الديوكسي نيوكليوتايد تراي فوسفيت بتاعتنا. خلاص يبقى احنا كده ايه، احنا كده بدل ما كان موليكيول واحد بقى ايه تو موليكيولز بنيناهم. نبدا بقى نعيد السايكلز دي تاني، ستيب واحد واتنين وتلاته دول نكررهم كتير بقى، سايكلز كتيره ممكن توصل ل 30 او 35 سايكل خلاص. في كل سايكل منهم الدي ان ايه سترانز بتبقى ايه دبل، كل واحد يطلع لك اتنين، كل واحد من الاتنين يطلع لك ايه، الواحد يطلع اتنين والواحد يطلع اتنين وهكذا. فده بقول عليه اكسبوننشال امبليفيكيشن خلاص. والجهاز قلنا اللي هيعمل لي درجات الحرارة دي والسايكلز دي اللي هو اسمه البي سي ار او الثيرمال، يعني هو عامة بالبلدي كده بنقول عليه البي سي ار، جهاز البي سي ار، ان هو ما اسموش جهاز البي سي ار. بي سي ار ده تكنيك او ستيبس بوليمريز تشين رياكشن، انما الجهاز اسمه ايه؟ اسمه ثيرمال سايكلر. يبقى نشوف بقى على الرسمة هنا، ادي عندي الاستراند بتاعي هوت، وصلناه الى 95 عشان نعمل ايه دي ناتوريشن، اهو فصل شوية عن بعض اهوت. بعد كده نقلل درجة الحرارة عشان نعمل انيلينج فالبرايمرات تمسك، ادي برايمر وادي برايمر تاني خلاص. وبعد كده يحصل بقى ايه اكستنشن، بنينا بقى الايه التو سترينز بتوعي.
دي الستيبس بتاعت البي سي ار. طيب انا دلوقتي دخلت التيوب الصغيره دي بمحتوياتها دي ودخلتها في السايكلز جوه الجهاز وحصل امبليفيكيشن، ازاي بقى اعمل ديتكشن او اشوف البرودكت بتاع البي سي ار؟ يعني انا هيخرج لي من الجهاز تيوب، انا مش عارفه، انا مش شايفه ايه اللي موجود جوه التيوب دوت، ما في سوليوشن جوه التيوب دي، الحاجات اللي انا حطيتها هل انا شايفه امبليفايد برودكت؟ هل انا شايفه الدي ان ايه موليكيولز هي موليكيولز كتير انا شايفاها؟ لا، فلازم يكون في طريقه اديتكت بيها اللي طلع لي دوت، اتاكد ان البي سي ار رياكشن عملت امبليفيكيشن للسيجمنت اللي انا عايزاها فعلا. فانا هعمل ايه بقى؟ اتاكد ازاي؟ الطريقه الاساسيه اللي هي البيزك او الاشهر يعني، ان انا بعمل اجاروز جيل الكتروفوريسيس، اعمل الكتروفوريسيس، اديتكم نبذه عنه قبل كده، اللي هو ايه؟ الفصل الكهربائي، جهاز الفصل الكهربائي. طيب تعالوا بقى نشوف كده الالكتروفوريسيس او الجيل الكتروفوريسيس بيبقى عامل ازاي. تعالوا نشوف الانستيريومنت الاول في المعمل، هو ده الانستيريومنت بتاعي بالظبط، ده جهاز اللي انا بفصل فيه الايه اللي بعمل فيه الكترو، جهاز الالكتروفوريسيس يعني. انا عايز اعمل بقى جيل الكتروفوريسيس. انا الجيل دوت بصنعه في اللاب عندي بطريقه معينه كده، في بودر معينه بجيبها وبحط عليها بافرز معينه، المهم يعني في ستيبس كده بتخليني في الاخر احصل على، شايفين الماتيريال دي كده اللي هي ده كده اللي هو الجيل بتاعي اللي هو ده جيل. سيبوكم من الحاجات المنوره دي دلوقتي هنعرف ايه هي، بس انا بصنع الجيل ده بطريقه معينه في اللاب. خلاص الجيل دوت بيبقى فيه كده فوق وانا بصنع برضو هذا الجيل بعمل خروم كده فوق هنا في هذا الجيل، يعني بعمل هنا كده ايه ويلز كده، بقول عليها ويلز او بقول عليها ايه فتحات كده، فتحات ليه؟ عشان احقن فيها الايه المنتج اللي طلع لي من البي سي ار، يعني التيوب اللي طلعت لي من جهاز الثيرمال سايكلر، باخد المواد الماتيريال اللي فيها، يعني باخد منها مثلا 20 مايكرو ليتر او باخد منها اي حاجه واروح حقنها في ايه في الفتحات اللي انا عاملاها في الجل بتاعي اللي هي اسمها الويلز. خلاص طيب واروح حاطه الجل بتاعي في الجهاز اللي هو بتاع البي سي ار بتاعي ده بتاع السوري بتاع الالكتروفوريسيس دوت، اروح حاطه الجل اللي انتوا شفتوه دوت اروح حاطاه جوه التري دي كده هنا. خلاص واروح غمراه ببفر، اروح غمراه بسوليوشن كده بقول عليه بفر سوليوشن. طيب واحقن زي ما قلت لكم في كل، بعد ما احطه هنا بروح حقنه بقى في الويلز المختلفه التيوبس المختلفه اللي خرجالي من البي سي ار رياكشن بتاعي. تعالوا نبص على الرسمه دي، مثلا نبص على دي مثلا. خلاص طيب هنا عندي ايه ده الجيل بتاعي وانا حطاه كده، ده جهاز تاني يعني بس موقفينه عشان نبين لك هنحقن ازاي، وبروح حقن السامبلز بتاعتي في الويلز اللي انتوا شايفينها دي. خلاص واروح موصله الجهاز بتاعي بالكهرباء. هو انا حقنت ايه يا دكاتره؟ السامبلز دي مش ايه، مش عباره عن دي ان ايه صح؟ الدي ان ايه دوت نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. فالمفروض لما بوصل الجهاز بتاعي خلاص بوصله بمصدر للكهرباء، هنا البوزيتيف الانود وهنا الكاثود. خلاص فالمفروض لما بحقن البرودكتس اللي طلعت تجري ناحيه ايه؟ تجري ناحيه البوزيتيف عشان الدي ان ايه بتاعي ايه؟ نيجاتيف. فلما تجري ناحيه البوزيتيف بتاعي دوت انا بكون حاطه في الجيل بتاعي داي او صبغه بقول عليها ايثيديوم بروميد داي. خلاص الصبغه دي المفروض ان هي بتمسك في الدي ان ايه موليكيولز بتاعتي، واول ما اعرض الجيل دوت لالترا فايلوت ريز اروح احطها كده تحت جهازي يديها ضوء الترا فايلوت، تروح البانس اللي هي بتاعه المعبره عن الدي ان ايه موليكيولز بتاعتي او دي ان ايه سيجمنتس بتاعتي تشع او تظهر زي ما انتم شفتوها في الصوره دي كده، يعني دي الملونه دي البانس بتاعت الدي ان ايه بتاعتي. خلاص يعني معنى كده ان هي لو طلعت لي بعد ما بسلط على هذا الجل الالترا فايلوت لايت، لو طلع لي حاجات منوره كده معنى كده السامبل اللي انت حقنتها مثلا، معنى كده السامبل اللي انت حقنتها في الويل ده مثلا طلعت لك الباند دي، معنى كده ان ده برودكت طلع من البي سي ار رياكشن اللي انت عملته. خلاص وهكذا السامبل اللي انت حقنتها في الويل ده طلعت لك البرودكت دي. طب امال ايه ده كله؟ ايه البرودكتس المنوره الكتير دي؟ انا دايما باجي احقن في اول ويل
دي ان ايه، بقول عليه دي ان ايه لادر. يعني ايه دي ان ايه لادر؟ عباره عن سيجمنتس من الدي ان ايه بمقاييس مختلفه. يعني مثلا اول واحده دي هتكون 50 بيسبير، ثاني واحده 100 بيسبير، ثالث واحده 150 بيسبير و200 بيسبير وهكذا. لادر او سلم او المسطره بتاعتي اللي انا هقيس عليها، هقيس عليها ايه؟ ما انا لما اكن ده زي ما قلت لكم اللادر اللي معروف السيجمنتس، كل الباند، كل باند منها الموليكولار ويت بتاعها قد ايه، 50 100 150 وهكذا. عشان ايه؟ عشان اعرف اقيس السيجمنت دي مثلا كان الموليكولار ويت بتاعها كام. اصلا انا ببقى متوقعه او ببقى عارفه ان الدي ان ايه سيجمنت اللي انا عاملاه له امبليفيكيشن، لو حصل فعلا امبليفيكيشن والستيبس اللي انا عملتها كانت صحيحه والبرودكت بتاعي اللي طلع فعلا كان امبليفايد برودكت للسبيسيفيك دي ان ايه سيكونس انا عايزاه، المفروض الاقي الباند عند الجين اكس مثلا، بلاقي الباند طلع لي عند الايه، عند هنا عند اللي هو 150 بيسبير، فطلع لي هو عند 150 بيسبير، يبقى صح، يبقى انا الرياكشن بتاعتي نجح والخطوات بتاعتي عملتها مظبوطه وبالتالي حصل امبليفيكيشن. يبقى انا عرفت ان ده برودكت طلع، الجين اللي انت كترته او عملت له بي سي ار طلع فعلا وحصل له امبليفيكيشن، يبقى التيوب بتاعتك اللي خرجت من الثيرمال سايكلر دي فعلا فيها امبليفايد برودكت. خلاص، يبقى انا بصنع الفكره كلها ان الجيل دوت انا بصنعه عندي في اللاب بستبس معينه، وبعمل فيه فوق فتحات او بقول عليها ويلز، هذه الويلز عشان احقن من خلالها السامبلز او البرودكت اللي طلع لي من الثيرمال سايكلر. ماشي، يعني مثلا دي السامبل بتاعتي، دي السامبل بتاعت الدكتور محمد، دي السامبل بتاعت الدكتور احمد، دي السامبل بتاعت كلهم، انا مكتره فيهم مثلا نفس الجين. خلاص، انا بعمل امبليفيكيشن لسبيسيفيك جين، فمثلا طلعت انا هنا اهوت الجين طلع امبليفايد، انما دول مفيش، ما حصل لهمش امبليفيكيشن. خلاص، ليه؟ مفيش باندات طالعه. يعني مثلا لو انا حقنا هنا وحقنا هنا، هنا في حاجه طلعت؟ مفيش اي حاجه طلعت هنا. يبقى التو تيوبس اللي خرجوا لي من البي سي ار دول ما فيهمش امبليفايد برودكت، ما لم نحصل على هذا الجين. يا اما بقى الجين ده مثلا البرايمرات اللي انت دخلتها له مش لاقيه هذا الجين، الجين ده مثلا يعني مش موجود، او السيجمنت دي مش موجوده عند الناس دول. خلاص، يبقى انا عندي بعمل جن وبوصله بيه الكهرباء اهو، ده الجهاز الحقيقي بقى، التانيين دول كانوا رسومات. بحط الجل في التري بتاعتي اللي جوه دي كده، خلاص، والجل دوت بيكون محقون فيه صبغه معينه اسمها ايثيديوم بروميد، بتتفاعل مع الدي ان ايه موليكيولز عشان لما اسلط عليها الترا فايلوت لايت زي ما احنا شفنا كده تقوم تبان البانز بتاعتي. وطبعا الدي ان ايه موليكيولز بتجري ناحيه الايه، بتجري زي ما قلنا ناحيه البوزيتيف اند او ناحيه الانود. خلاص، ولما يطلع لي الباندز اللي احنا شفناها دي معناها ان في امبليفايد برودكت طلع. ده ازاي اعمل، ازاي اشوف البرودكت بتاع البي سي ار، ازاي اعمل ايدنتيفيكيشن للبي سي ار برودكت بتاعتي عن طريق الجيل الكتروفوريس. طبعا في ميثودز تانيه بقى كتير، يعني اكثر، يعني دي ليها استخدامات معينة، وفي ميثود تانية بقدر اعمل اديتكت البرودكت بتاعتي بطرق تانية. طيب، يبقى ده بالنسبة للكونفنشنال بي سي ار او البي سي ار العادي الطبيعي اللي بيقول لك الجين اللي انت كترته دوت موجود مش موجود، او السيجمنت دي موجودة مش موجودة. طب موجودة مش موجودة على اساس ايه؟ الباند طلعت ولا ما طلعتش؟ خلاص، طيب، في عندي بقى حاجة اسمها ريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار او ار تي بي سي ار. طيب، هل انا لو عندي جينيتك ماتيريال بس مش دي ان ايه، يعني مثلا زي ام ار ان ايه، هل اقدر اكتشف الام ار ان، هل اقدر اعمل امبليفيكيشن للام ار ان ايه، يعني ادخله جوه بي سي ار واشوف هو امبليفايد ولا لا؟ اشوف مثلا عندي مثلا جين معين وليكن جين اكس، عايزه اشوف الجين دوت بيحصل له اكسبريشن في السيل ولا مش بيحصل له اكسبريشن في السيل. يعني ايه اكسبريشن؟ يعني هل بيطلع الام ار ان ايه بتاعه ولا لا؟ طيب، انا هعرفها ازاي دي بقى؟ البي سي ار احنا قلنا ان هو ما بيعمل، بنعمل امبليفيكيشن لدي ان ايه سيكونس، سبيسيفيك دي ان ايه سيكونس. خلاص، انت لو كشفت عن الجين، الجين موجود، انما احنا مش عارفين هو بي اكسبريس ولا لا، هو بيطلع الام ار ان ايه بتاعه ولا لا. فانا عايز اشوف بقى الاكسبريشن ستيت
بتاعتي، بتاعت مثلا جينات معينة، اعمل ايه بقى؟ والله كل اللي هتقدري تعمليه دلوقتي استخلصي ال ام ار ان ايه اللي موجود في السيل كلها. خلاص عملنا استخلصنا، عملنا بدل ما عملنا بقى دي ان ايه اكستراكشن، المره دي هنعمل ايه؟ ار ان ايه اكستراكشن، استخلصنا الايه الار ان ايه بتاع السيل. طيب انا لازم احوله الى دي ان ايه، صح؟ يبقى لازم اعمل له عمليه ريفرس ترانسكريبشن، احول الار ان ايه دوت الى سي دي ان ايه. خلاص سي دي ان ايه، الار ان ايه لما احوله الى دي ان ايه بحوله الى حاجه اسمها سي دي ان ايه. خلاص معناها يعني انه دي ان ايه جاي من ار ان ايه. طيب يبقى لازم الاول الار ان ايه تحوله الى سي دي ان ايه، وبعد كده بقى تاخد السي دي ان ايه دوت تعمل له البي تي ار رياكشن اللي عندك. فانت عشان تعمل الخطوه دي، التحويله دي من الار ان ايه الى سي دي ان ايه، دي حاجه اسمها ريفرس ترانسكريبشن. يبقى انت اكيد هتستخدم هتعمل نفس خطوات البي تي ار العادي، بس هتستخدم حاجه اضافيه. هتستخدم ايه بقى؟ ريفرس ترانسكريبتيز انزيم. في خطوه مسبقه هتعملها قبل ما تدخل في البي تي ار، خطوه ايه؟ ريفرس ترانسكريبشن باستخدام انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز انزيم، يحول لك الار ان ايه الى سي دي ان ايه، وبعد كده تدخل السي دي ان ايه دوت في عمليه ايه؟ البي سي ار، وتشوف هل هو موجود الام ار ان ايه اللي انت عايزه دوت. ما انت حولت بقى السي دي ان ايه، هتحط البرايمرات اللي سبيسيفيك الخاصه بهذا السي دي ان ايه التابع لهذا الام ار ان ايه، وهتشوفه بقى هل هو موجود ولا مش موجود. والله لو طلع موجود وقدرت تعمل له امبليفيكيشن، يبقى انت كده عرفت انه في اكسبريشن لهذا الجين، يعني هذا الجين بيعمل لنفسه اكسبريشن في هذه التيشو مثلا، او في الاورجان ده. خلاص يبقى الريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار، ما هو الا بي سي ار، بس انا بعمله على مين؟ بستخدم فيه الجينيتك ماتيريال بتاعتي ار ان اي وليست دي ان اي من البدايه. فانا بحول الار ان اي الى سي دي ان اي، اخد السي دي ان اي اعمل عليه البي سي ار اللي احنا قلناه من شويه. طب ده مهم في ايه؟ هو انا دلوقتي الكورونا فيروس مثلا، او الاتش اي في فيروس، او الهيباتيتس سي فيروس، كل دول فيروسات ايه يا دكاتره؟ ار ان اي فيروسز. طب ازاي انا اقدر اعمل لها ديتكشن جوه جسمي وهو ار ان اي؟ لازم اعمل اخدها واعمل لها يعني اخد بلاد سامبل مني، خلاص، وهم ار ان اي فيروسز، بعمل ار ان اي اكستراكشن واحول الار ان اي الى سي دي ان اي، واخد السي دي ان اي واروح ايه عامله له بي سي ار امبليفيكيشن ببرايمرز خاصه بالجينيتك ماتيريال بتاعه الفيروس بتاعي. خلاص وبالتالي لو طلع فيه امبليفايد برودكت يبقى الفيروس ده موجود في جسمي، لو طلع ما طلعش الامبليفايد برودكت يبقى انا ايه النتيجه بتاعتي نيجاتيف. وده التكنيك اللي بنعمله دلوقتي فين؟ في الكورونا فيروس. خلاص ما هو ار ان اي فيروس. الميزه كمان يا دكاتره في الـ في البي سي ار رياكشن دوت ايه؟ احنا دلوقتي بنقدر نعمل ديتكشن للانفكشن as early as 4 weeks after infection. ده الكلام ده بالنسبه للفيروسات اللي هي القديمه مثلا زي الاتش اي في، زي الهيباتيتس سي. كنا زمان بقى عشان نقدر يعني مثلا واحد اتعرض لانفكشن معينه، او مثلا يعني جراح بيشتغل عمليه جراحيه مع مريض عنده هيباتيتس سي زي مثلا، والجراح ده مثلا لاي سبب إن كان جرح اثناء ما هو جراح بقى وبيعمل عمليه بقى وفولي انكلودد في البلاد بتاع البيشنت دوت، والبيشنت ده عنده هيباتيتس سي والجراح اتجرح وهو بيعمل العمليه دي، وحصل كونتاكت ما بين البلاد بتاعه والبلاد بتاع المريض اللي هو عنده هيباتيتس سي. يجي بقى الطبيب دوت عايز يعرف هو كاتشد الانفكشن بتاعت هيباتيتس سي من هذا المريض بتاعه ولا لا. فهيعرف ازاي؟ كانوا زمان زمان بقى ما كانش هيقدر يعرف الا بعد مرور مينيمم 2 مانثز. ليه؟ عشان جسمه يقدر يكون انتي بوديز، ونقدر نكشف عن الانتي بوديز بقى بسيرولوجيكال تيستس القديمه بتاعتنا دي. انما دلوقتي البي سي ار لا، بعد الانفكشن بتاعه الهيباتيتس سي تقريبا ب يعني هو كانوا زمان مكتوب في الكتب 4 ويكس، انما دلوقتي لا، يعني 4 ويكس دي يعني ايه اشطبوا لي عليها، لان دلوقتي ابدر من كده بكتير. لو كميه فيروس قليله جدا دخلت اقدر اعمل لها ديتكشن، لان حصل دلوقتي تطور جامد جدا في عالم البي سي ار تكنيك والاجهزه كمان اللي مستخدمه في البي سي ار رياكشن. فدلوقتي لا، حتى بكميه صغيره جدا واز ايرلي از بوسيبل ممكن اقدر اديتكت الفيرال جينيتك ماتيريال واعمل لها بي سي ار امبليفيكيشن وايه وتبان لي.
اذا كان هو كاتش دي الانفكشن ولا لا. ده بالنسبه للريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار اللي هو الار تي بي سي ار. في بقى دلوقتي اللي انا اتكلمت عليه دوت اللي هو بيطلع لي بقى اللي بيطلع لي برودكت وبجريه على الجيل عشان اشوف البرودكت ده موجود او لا من خلال وجود باند او مش باند موجوده. ده اسمه conventional بي سي ار، خلاص conventional بي سي ار. انما دلوقتي بقى يعني كان بيقول لك موجود بوزيتيف نيجاتيف، البند موجوده بوزيتيف، البند مش موجوده نيجاتيف. انما دلوقتي انا عايزه، طيب انا عايزه اعرف الفيرال لود كام. يعني مثلا انا جالي فيروس خلاص وعايزه اعمل دايجنوزيس ليه عن طريق البي سي ار رياكشن، انا مش عايزه اعرف عندي او مش عندي، انا عايزه اعرف بقى الفيرال لود قد ايه عندي بكميه كام. ده بقى تكنيك تاني اسمه الكوانتيتاتيف بي سي ار. النتيجه بتاعته مش بتطلع لك بوزيتيف نيجاتيف، لا بتطلع لك الفيرال لود كذا انترناشونال يونت بير مثلا ملي، بيطلع لك قد ايه بالظبط فيروس موجود. خلاص بنقيس الكوانتيتي للبي سي ار برودكت ان ريال تايم. هو التكنيك يعني ان ريال تايم، والتكنيك بتاعتها دي يعني مش عايزاكم تخوضوا في تفاصيلها قوي لانها متخصصه قوي يعني للناس اللي هم شغالين البايوتكنولوجي، بس يعني اديكم نبذه كده عن الموضوع. هو بيعتمد على ايه؟ بيعتمد مثلا على اني مثلا جيت في السايكل الاولانيه، هو مبدئيا مش بستخدم فيه جل. امال انا بديتكت الامبليفيكيشن ازاي؟ بنستخدم انواع معينه من الدايز، من الصبغات فلوريسنت دايز، او بنستخدم انواع معينه من البرايمرات اسمها دي ان ايه بروبس، هناخد البروب بعد شويه. بس الفكره ان انا بستخدم صبغه معينه بتطلع لي بتشع، بتديني فلوريسنس، بتعمل لي اميشن اول ما يحصل امبليفيكيشن للدي ان ايه سيجمنت بتاعتي. فمثلا لو من اول من مثلا انا هعمل السايكلز بتاعتي الثيرمال سايكلر 35 سايكل، فلقيت في السايكل رقم 5 بدأ يطلع ايميشن، بدأ يطلع فلوريسنس، بنعمل لها ديتكشن كده على الكمبيوتر، يطلع لك لون كده معين، خلاص الفلوريسنس بدأ يطلع في السايكل رقم 5. السايكل رقم 5 دي سايكل بدري قوي، معنى كده ان انت داخل بفيرال لود ايه عالي. طب في واحد تاني بدأ يحصل امبليفيكيشن في ما كلهم 35 سايكل، فبدأ يحصل امبليفيكيشن ويبدأ يطلع لسه الايميشن او يبدأ يطلع الفلوريسنس يشع عند السايكل مثلا 30، ده طلع متأخر قوي، معنى كده ان انا بادئ بفيرال لود قليل قوي. خلاص يعني كل ما الايميشن طلعت لي او الفلوريسنس داي دي ظهرت لي بطريقه ما كده بيستخدموها على الكمبيوترز، كل ما تطلع في سايكلز بدري يعني السايكل الخمسه السته، ده معناه ان انت عندك فيرال لود كبير عمل امبليفيكيشن. ما هو احنا بنعمل اكسبوننشال، الواحد بيدي اتنين خلاص والاتنين بيدوك اربعه والاربعه وهكذا، بتمشي بالطريقه دي. فالعدد كبير قوي كده وظهر بدري في السايكلز الاولانيه، يبقى انت داخل بعدد كبير اصلا ان هو يظهر بدري ويظهر لك كده الايميشن، فانت الفيرال لود بتاعك كان داخل عالي. وليهم طريقه حسابيه كده برضو على الكمبيوتر بتطلع لك بقى هو كام بالظبط. تمام، ده بس اللي عايزاكم تعرفوه عن الكوانتيتاتيف بي سي ار، بيديك الكوانتيتي بتاع البي سي ار برودكت، باقي التفاصيل دي مش عايزاها. بس طبعا الكوانتيتاتيف ريال تايم بي سي ار ده له عنده يعني هاي ديجري من البريسيجن، من البريسيجن دقيق جدا يعني، الا اذا عملنا اخطاء اثناء واحنا بقى بنعمل الرياكشن بتاعنا في اللاب. يعني هل ممكن مثلا واحد يطلع البي سي ار بتاعه بوزيتيف وهو نيجاتيف لفيرال معين مثلا؟ مثلا يعني رايحه انا اعمل كورونا فيروس مثلا تيست، هل ممكن يطلع لي او هيباتيتس سي فيروس تيست، هل ممكن يطلع لي ان انا بوزيتيف وانا في الحقيقه نيجاتيف؟ ممكن يعني، طبعا هو نادرا ليه، بس ممكن يحصل كونتامينيشن. يعني ايه كونتامينيشن؟ يعني الراجل اللي شغال في اللاب دوت شغال على سامبلز كتير وما بياخدش البريكوشنز المناسبه خلاص لعمل البي سي ار، لان طبعا في احتياطات جامده جدا وانا بعمل ايتش سامبل بنشتغلها ازاي، والاجهزه بتاعتنا لازم تبقى طبعا على طول بنعمل لها صيانه دوريه عشان ما تبقاش في اي جزء منها فيه كونتامينيشن باي ماتيريال من سامبلز اخرى. يعني ممكن تبقى كونتامينيتد من ماتيريال من سامبل اخرى ودي مش سامبل بتاعتك اصلا، بس كونتامينيتد من حته تانيه.
بس ما دام ماشيين خطواتنا صح والاجهزه بتاعتنا مظبوطه والتكنيشنز مظبوطين وكل حاجه، الموضوع ماشي تمام، يبقى النتيجه بتاعته دقيقه جدا. ده بالنسبه لي الكوانتيتاتيف بي سي ار. طب ايه بقى الكلينيكال؟ انا بستخدم البي سي ار ده في ايه؟ احنا عرفنا الفكره بقى ان اي جينيتك ماتيريال عايزين نعمل لها امبليفيكيشن بنعملها عن طريق البي سي ار. يبقى بستخدمه في ايه؟ اهو زي ما قلنا الدياجنوزيس بتاع البكتيريال والفيرال ديزيزز، خلاص، حتى لو في مراحل بدري جدا من التقاطك للعدوى. يبقى في الايرلي مثلا، زمان مثلا الناس اللي كان عندها تي بي اللي هي عندهم سل، خلاص السبيوتم بتاعهم في البدايه كان بيبقى فيه فيري فيو تيوبركل باسيلاي، خلاص. طيب تيوبركل باسيلاي دي اللي بتعمل تيوبركلوزس اللي هو السل. ففي البدايه كانوا بيعتمدوا على ايه في التشخيص؟ ياخدوا السبيوتم بتاع هذا الشخص، خلاص، ويعملوا له تيست كده اسمه اسيد فاست ستينينج، بيصبغوا بصبغات معينه فهتبين الباسيلاس دي موجوده ولا لا. فطبعا في البدايات خالص التيست ده عشان يطلع بوزيتيف لازم يبقى فيه عدد كبير من البكتيريا موجود في السبيوتم. طيب دلوقتي ايه البي سي ار بقى خلاك تعمل كود ديتكت ايفن 1 باسيلاس موجوده في السبيوتم بتاعت هذا المريض، وبالتالي تقدر تشخص بدري وبالتالي تقدر تبدا العلاج بدري. فطبعا الدنيا هيبقى ايه الريسبونس بتاع المريض ده اعلى بكتير. وغير طبعا بقى غير الدياجنوزيس بتاع الهيباتيتس سي الاتش اي في، اي فايرال انفكشن، اي بكتيريال انفكشن عايز تعمل لها دياجنوزيس اكوريت ايرلي نعمل ايه؟ بي سي ار. يبقى الدياجنوزيس بتاع البكتيريال والفايرال ديزيزز بيستخدموه كمان. مهم البي سي ار بقى في ايه؟ في الناس اللي هم بتوع الطب الشرعي الميديكو ليجال كيسز. اما نيجي نعمل دي ان ايه بروفايلنج، يعني ايه دي ان ايه بروفايلنج؟ دي ان ايه بروفايلنج دي ايه؟ بصمتك الوراثيه بتاعت الدي ان ايه، خلاص. يعني مثلا احنا عارفين طبعا ان الدي ان ايه بتاعنا كلنا شبه بعض 99.9%، الدي ان ايه بتاعنا شبه بعض، احنا مختلفين في 0.1%. ده 0.1% دي سيكونسز كتير كده، من ضمنها في سيكونس اسمه شورت تاندم ريبيتس. ايه بقى الشورت تاندم ريبيتس دي؟ دي عباره عن sequences short tandemly repeated DNA sequences. يعني ايه short tandemly repeated؟ tandem يعني زي عربات القطار كده مرصوصين جنب بعض. يعني مثلا ايه؟ تلاقي مثلا تي تي اي جي تي تي اي جي تي تي اي جي متكررة بقى تاندملي، يعني ورا بعض ورا بعض ما فيش بينهم فواصل، تي تي اي جي تي تي اي جي تي تي اي جي، دي بقول عليها شورت تاندم ريبيتس، موجودين عندنا كلنا في اماكن مختلفه على كروموزومز مختلفه، تمام. وهم دول اللي بيفرقونا من واحد للتاني، دول احد مكونات الواحد من 10% المختلفين. الشورت تاندم ريبيتس، شورت تاندم ريبيتد دي ان اي سيكونسز فيها ريبيتيتيف يونت من 1 إلى 6 نيوكليوتايد. يعني مثلا على فكرة 1 إلى 6 دي هتلاقوها مختلفة من مكان إلى مكان، يعني واحد يقول لك من 2 لـ 5، بس 1 دي أعتقد إن هي إيه غيروها خلوها من 2 إلى 6 يعني، خلاص. يعني مثلا تي جي، أو ممكن يبقى 6 نيوكليوتايد، يعني مثلا تي تي اي جي 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 تي تي اي جي 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 تي تي اي جي 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 وهكذا، يعني متكررة ريبيتيدلي وتاندملي. النمبر بتاع الريبيتس دي بتختلف من واحد للتاني، خلاص. يعني انا مثلا ممكن يكون عندي في سيكونس معين يعني متفق، هم عارفين الاماكن بتاعه الشورت تاندم ريبيتس دي، يعني مثلا معروف ان الكروموزوم مثلا يعني الكروموزوم رقم 2 عليه شورت تاندم ريبيت اسمها مثلا، انا بقول مثال، اسمها تي تي اي جي، اسمها تي تي اي جي، خلاص. الشورت تاندم ريبيت دوت المفروض لو انا عملت مثلا جينيتك اناليسيس بلاقيها عندي مثلا متكرره 4 مرات، خلاص. ممكن الاقيها عند متكرره 4 و6، يعني مثلا الاس تي ار اللي هي اسمها اكس عند ولاء 5 و6. يعني ايه 5 و6؟ مش انا عندي كروموزوم من الام وكروموزوم من الاب، يبقى الاس تي ار اللي هي اسمها اكس اللي موجوده على الكروموزوم رقم 2 بتاع ولاء 5 و6. يعني ايه 5 و6؟ يعني ما انا عندي 2 كروموزومز، واحد من الام وواحد من الاب، بتاع الام متكرره فيه 6 مرات وبتاع الاب متكرره فيه 5 مرات، خلاص. طيب محمد عنده نفس الاس تي ار اللي موجوده على الكروموزوم اكس 3
و4. يعني ايه؟ يعني الكروموزوم اللي جاله مثلا من الاب 3 مرات، والكروموزوم اللي جاي من الام متكررة فيه الاس تي ار دي 4 مرات، وهكذا. طب هل احنا بنعتمد في الدي ان ايه بروفايلنج على اس تي ار واحده بس مثلا اللي هي موجوده على الكروموزوم رقم 2؟ لا، ده الاف بي اي مثلا في الولايات المتحده، الاف بي اي عشان الجرائم وكده، عشان مثلا يحكموا على ان في جريمه معينه الشخص ده هو اللي عمل هذه الجريمه، فلقيوا مثلا في مسرح الجريمه نقطة بلط خلاص، وفي شخص مشتبه فيه، فهناخد نقطة البلط بتاعت هذا اللي لقيناها، والشخص المشتبه بيه ناخد منه برضو عينة، ونشوف الدي ان ايه بتاعهم ندرسه عن طريق بي سي ار. بنعمل بي سي ار لمين بقى؟ للاس تي ارز دي، للشورت تاندم ريبيتس المختلفة. اصل الشورت تاندم ريبيتس دي كتير، فاحنا بننقي منهم. الاف بي اي بيستخدموا 13 نوع من الاس تي ارز علشان يقولوا يطلعوا لك نقطة البلاد دي مثلا بتاعة الشخص المشتبه فيه ولا لا. فلو درسوا نقطة البلاد ولقوا الاس تي ارز المختلفة ال 13 دول درسوهم، هتطلع بشكل شبه بالظبط الاس تي ارز اللي موجودة عند المشتبه فيه. يعني مثلا الاس تي ار اكس طلعت 3 و6، عند المشتبه فيه طلعت 3 و6 برضه. طيب الاس تي ار واي طلعت 5 و6، عند المشتبه فيه طلعت 5 و6، الاس تي ار زد طلعت، وهكذا. بنقارن بقى المواقع دي ببعضيها في التو سامبلز، لو طلعوا جاي بعض بالظبط، والتاندم ريبيتس دي عددها بالظبط هو في الشورت تاندم ريبيتس المختلفه اللي موجوده على الكروموزومز المختلفه، يبقى شور نقطه البلاط دي هي بتاعت هذا المشتبه فيه. لو طلعت مختلفه يبقى برضو شور دي مش بتاعه دوت. طب ليه شور؟ اصل انا ما اعتمدتش على اس تي ار واحده في كروموزوم واحد. يعني انا مثلا عندي الكروموزوم ده هنا، الحته دي الاس تي ار ده اسمه اس تي ار اكس مثلا، ماشي، وده كروموزوم رقم واحد. الكروموزوم رقم 2 فيه الحته دي اسمها اس تي ار، انا بقول مثلا ماشي اسمها اس تي ار واي، خلاص اس تي ار واي، وده الكروموزوم رقم 2. في بقى اس تي ارز انواع كتير، فاحنا بنختار 13 نوع موجودين على 13 سايت من الكروموزومز المختلفة، ونقارنهم بقى، بنشوف التاندم ريبيت بتاعهم كام هنا وكام في المشتبه فيه. طبعا الحاجات دي مش هتبقى ايدنتيكال غير عند مين؟ يعني ممكن الاقي ايدنتيكال بالظبط اس تي ارز ايدنتيكال لمين؟ للايدنتيكال توينز فقط. فعشان كده في الجرائم، يعني مثلا كان في جريمة حصلت في ألمانيا لاتنين، لسرقة ما، كانت حاجة كبيرة يعني، وما عرفوش يحددوا مين اللي سارق لأنه كان identical twins. ف يعني تحليل الدي ان ايه للسبيسمين اللي لقوها في المكان طلعت الاتنين، فالاتنين دول مين؟ الاتنين دول identical twins، ما بقوش عارفين مين فيهم اللي عمل الجريمة، فالاتنين اخدوا براءة، لان احنا مش استحاله نعرف، استحاله نعرف، نعرف لو ايه؟ لو اشخاص مختلفين، لو توينز بس مش ايدنتيكال توينز نعرف، خلاص. يبقى ده اسمه ايه؟ دي ان ايه بروفايلنج. برضو مش عايزاكم تاخدوا في تفاصيله، انا بس عايزاكم تعرفوا ان يعني ايه دي ان ايه بروفايلنج. دي ان ايه بروفايلنج ده بصمتك الوراثيه، بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على سيكونسز معينه اسمها شورت تاندم ريبيتس. الشورت تاندم ريبيتس دي هي عباره عن سيكونسز قصيره، ماكسيمم 6 نيوكليوتايد مثلا، بس متكررين ورا بعض ورا بعض تاندم، لي زي عربات القطار ما فيش بينهم فاصل، موجودين في كروموزومات معينه وفي اماكن معينه، وهم انواع كتير. فانا بنقي منهم بعض الانواع 13 نوع مثلا، وبقارنهم بالدي ان ايه سامبلز المختلفه اللي موجوده عندي، خلاص. ده اسمه شورت تاندم ريبيت اناليسيز، او اسمه دي ان ايه بروفايلنج، اعرف اذا كنت انت الشخص ده ولا لا، خلاص. طيب انا بستخدم البي سي ار هنا في ايه؟ ما انا بستخدم البي سي ار هنا عشان اعمل ميني كوبيز من سبيسيفيك اس تي ار سيكونس. يعني مثلا اس تي ار سيكونس اللي هو السيجمنت اللي هي ماشيه، سيجمنت اوف دي ان ايه اللي موجوده على الكروموزوم رقم واحد، اللي ماشيه مثلا جي تي جي تي جي تي جي تي، دي باخدها كده على بعضيها واعمل لها امبليفيكيشن بالبي سي ار عشان اقدر اعمل لها ديتكشن. ما انا مش هقدر اعمل لها ديتكشن الا اذا قطرتها، خلاص، وعشان اجريها على الجل فاشوفها.
فطلعت لي الاس تي ار دي متكرره مثلا كذا مره وهكذا بطرق معينه، ما تدخلوش في تفاصيلها دلوقتي، بس نعرف دلوقتي ان الاس تي ار او الشورت تاندم ريبيت هي دي اللي بستخدمها في الدي ان ايه بروفايلنج. يبقى الكلينيكال ابلكيشن عرفنا الدايجنوزيس طبعا بتاع البكتيريال والفيرال ديزيزز، الميديكو ليجال كيسز، الدايجنوزيس اوف جينيتك ديس اوردرز. ما هي نفس الطريقه بقى، نفس الفكره اللي احنا قلناها. انا مثلا عندي سبيسيفيك جين في ميوتيشن معينه هي اللي عامله جينيتك ديس اوردر معين، فانا اقدر اعمل امبليفيكيشن للميوتيتد جين وللجين النورمال، واقدر اعمل ديتكشن فاشوف مين اللي يعني انا بحط برايمرات هتعمل لي امبليفيكيشن لجين النورمال، والله طلع لي يبقى الراجل ده نورمال. طب احط برايمرات سبيسيفيك للجين الميوتيتد، والله لو طلع لي يبقى هو عنده الميوتيتد جين، وهكذا بعمل دايجنوزيس للجينيتك ديس اوردرز. يعني بعمل امبليفيكيشن للجين سيجمنت اللي فيها الميوتيشن عشان اقدر اعمل ايه، مثلا اشوف في عنده سيكل سيل انيميا، عنده بيتا ثلاسيميا، سيستيك فايبروزيس، اي جينيتك ديس اوردر بعملها دايجنوزيس بالبي سي ار رياكشن. البرينيتال دايجنوزيس، برينيتال دايجنوزيس يعني ايه؟ لو طفل لسه في بطن امه وانا عايزه اعمل برضو دايجنوزيس هو عنده في جينيتك ديس اوردر معين ولا لا، انهيريتد ديزيزز ولا لا، برضو باخد، مش باخد بقى، مش باخد عينه من الفيتس، انا كده بعرضه لريسك كبير جدا ان يحصل ابورشن، انا باخد عينه من الامنيوتيك فلويد اللي بيكون فيها سيلز بسيطه جدا من الفيتس، خلاص الامنيوتيك فلويد اللي حوالين الفيتس دوت باخد منه عينه وبيكون فيها سيلز بسيطه من الفيتس دي. هي ما استغلالنا للبي تي ار ايه بقى، انه بيقدر يعمل ديتكشن لكميه صغيره جدا، مش محتاج اخد سامبل من الطفل اللي هو في بطن امه، لا انا ممكن اخد عينه من السائل اللي حواليه عشان بيبقى فيه بعض السيلز الخاصه بهذا الفيتس، خلاص. الكانسر ديتكشن نفس الكلام، في عندي بعض انواع الكانسرز بيبقى في سبيسيفيك ام ار ان اي، بيحصل اكسبريشن لسبيسيفيك ام ار ان اي خاص بهذا النوع من الكانسر، فانا عشان اقدر اعمل مونيتورنج اقدر اشوف هل الكانسر لسه موجود او لا، برضو اعمل ام ار ان اكستراكشن واحوله الى سي دي ان اي واعمل امبليفيكيشن، والله لو طلع الام ار ان اي السبيسيفيك دوت الخاص بهذا الكانسر سيل موجود يبقى لسه في ريزيدوال سيلز، خلاص يبقى لسه في ريزيدوال سيلز من الكانسر، يبقى بروتوكول العلاج بقى هيتغير. او اقدر اعمل برضو ايدنتيفيكيشن للميوتيشنز اللي بتعمل لي الكانسر، الميوتيشنز اللي موجوده في الانكو سبريسور جينز مثلا زي البي 53 زي الريتينوبلاستوما جين وهكذا، برضو اقدر اشوف اعمل بي سي ار للجينز دي واشوفها ميوتيتد ولا اشوفها نورمال جينز. طيب وبرضو عشان اشوفها ميوتيتد او اشوفها يعني اقدر ببرايمرات معينه او ببروبس معينه بستخدمها في التكنيك، يعني بطرق معينه في التكنيك بتاع البي سي ار بيقدر يعمل لي امبليفيكيشن للجين اللي هو ميوتيتد، فلو طلع عندي هذا الجين الميوتيتد يبقى انا عندي قابليه ان انا يجي لي، انا بتكلم على الانكو سابريتور جين، طلع عندي واحد فيهم ميوتيتد يبقى انا عندي قابليه ان يحصل لي ايه كانسر مثلا حسب النوع بقى بتاع الجين اللي انا بدور عليه. الفوسيل ستاديز دراسه الحفريات، يعني مثلا لو في حفريه قديمه اي حاجه قديمه جدا فوسيل لقيوها برضو بياخدوا الدي ان ايه من الفوسيل دي ويعملوا لها ستادي عشان يقارنوا الاكستينكت من الليفنج اورجانيزمز، يعني مثلا الحاجات المنقرضه قوي بتاعه زمان دي نقارنها، يعني مثلا فوسيل لكات مثلا، خلاص ناخدها ونشوف اختلاف الجينات بتاعت دي عن الكات اللي موجوده دلوقتي ايه، الايفوليوشن يعني حاجات التطور ما تهمناش قوي دي الفوسيل ستاتس. طيب ايه كمان الكوانتيفيكيشن اوف جين اكسبريشن، ما زي ما قلنا في جين عايزه اعرف اشوف هو بيكسبريس ولا هو حاصل له مثلا سايلنسنج لاي سبب إن كان ما بيحصلوش اكسبريشن في تيشو معين، اخد الام ار ان اي اعمل ام ار ان اي اكستراكشن وادور على الام ار ان اي الخاص بهذا الجين واعمل له امبليفيكيشن، لو قدرت اعمل له ديتكشن يبقى بيكسبريس، ما قدرتش اعمل له ديتكشن يبقى مش بيكسبريس. حاجه مهمه بقى كمان اللي هي حتة التيشو تايبنج للترانسبلانتيشن،
مش في ناس بتروح تزرع كابل، ناس تروح تزرع كلى، واحنا دايما نقول ايه، لازم يحصل ماتشنج ما بين الريسيبيانت وما بين الدونر، عشان جسمه يعني جسم الريسيبيانت ما يرفضش الحاجة اللي واخدها من الدونر دي، يحصل مثلا ريجكشن للكدني، يحصل المزروعة، يحصل ريجكشن لجزء الليفر المزروع، وبالتالي كده يبقى يعني خلاص فشل ذريع في العملية حتة الريجكشن دي، يعني مشكلة الترانسبلانتيشن في حتة الريجكشن. طيب انا عشان بقى اعمل ماتشنج ما بين الريسيبيانت اللي هيستقبل الاورجان ده وما بين الدونر اللي هيعطيه الاورجان، في تيستات كتير بتتعمل، من ضمنها ان احنا بنعمل بي سي ار لمين بقى، لجينات معينه. خلاص الجينات دي هي الجينات دي بقول عليها ايه، بنستخدمها عشان التيشو تايبنج. اصل الجينات دي بتطلع لنا الاول هم اسمهم ايه، مجموعه من الجينات موجوده على الكروموزوم رقم 6 اسمهم ميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس ام اتش اس. خلاص الجينات دي مختلفه جدا ما بين يعني ما بين انديفيديوال والتاني، مختلفه قوي. بوليمورفيك، يعني ايه بوليمورفيك؟ يعني السيكونسز بتاعتها مختلفه ما بين شخص للتاني. وبتطلع لنا ايه بقى الجينات دي؟ بتطلع لنا بروتينات جلايكوبروتين انتيجينز موجوده على السيرفيس بتاع ميني سيلز، بقول عليها هيومن ليوكوسيتيك انتيجين. يعني بتطلع لي بروتينات، البروتينات دي بتغطي السيرفيس بتاع السيلز بتاعت جسمنا، بنقول عليها هيومن ليوكوسيتيك انتيجين او هيومن ليوكوسايت انتيجين اتش ال اي. خلاص طيب الانتيجينز دي اللي هي الاتش ال اي دي هي اللي بتخلي الاميون سيستم بتاعتنا، الاميون سيستم بتاعنا ان هو to recognize our own organs and tissues from those of another individual. يعني الاميون سيستم بتاعي ما بيهاجمش جسمي ليه؟ هو متعرف على الاتش ال اي دي، متعرف على الانتيجينز اللي موجوده على السيلز بتاعتي دي، هو عارف ان دي بتاعت هذا الشخص. طيب لو نقلت له اورجان ثانيه ب هيومن ليوكوسيتيك انتيجينز بتاعت شخص تاني، لا بيتعرف عليها ان هي دي مش بتاعت نفس الشخص، بيريكوجنايز ات. طيب لما الجسم بتاعي يشوف البروتينز دي اللي موجوده على التيشوز الغريبه اللي انا دخلتها بقى بتاعت الدونر، خلاص بيهاجمها بقى، الاميون سيستم بيهاجمها لان هو مش متعرف على نوع البروتينات دوت. خلاص يبقى these antigens have the ability to provoke an immune system response that result in organ or tissue rejection. خلاص يبقى الـ immune system بتاعي هيشوف الـ HLA molecules هي بتاعت نفس الشخص ولا لأ، لو طلعت مش هي على طول rejection، ويبقى خلاص كده حصل rejection للأورجان ده والعملية تبقى فشلت تماما. تمام طيب احنا بقى اما نيجي نعمل تيشو تايبنج بنعمل بي سي ار للجينز الخاصه بعدد معين من الاتش ال اي موليكيولز، يعني هم مجموعه جينات كتير بتخرج لك موليكيولز كتير من الاتش ال اي. خلاص فاحنا بناخد هذه الجينات ونعمل لها بي سي ار، بنعمل لها امبليفيكيشن، وبعد البي سي ار بنعمل لهم تيست اخر بعد البي سي ار عشان اقدر اشوف السيكونس بتاع هذه الجينز مشابه للسيكونس بتاع الجين اللي انا هاخده من الدونر ولا لا، as similar as possible. طبعا ما فيش حد هيبقى مشابه تماما غير مين، غير الايدنتيكال توينز، فانا بختار انه يكون الجينات دي شبيهه بالجينات دي as similar as possible الا يعني بقدر الامكان to minimize the chance بتاع ايه rejection. خلاص فانا بعمل الاول بي سي ار لهذه الجينات، وبعد البي سي ار بدرس بطريقه ما مالكوش دعوه بيها دلوقتي، بس الخطوه الاولانيه بي سي ار. خلاص وبدرس بطريقه ما بقى ان انا اعرف السيكونس بتاع هذه الجينات، خلاص عشان اشوف الاقرب لي مين، وهو دوت اللي هاخد منه الاورجانز اللي انا هعمل لها ترانسبلانتيشن. طيب ايه كمان اخر حاجه، السكس ديترمينيشن اوف امبريوز، لو في طفل لسه بقى في البدايه خالص وعايزه اعرف السكس بتاعه ميل ولا فيميل، او لو حتى اللي هم السبيرمز مثلا اللي بنقيها عشان اعمل ان فيترو فيرتلايزيشن، لو هعمل حقن مجهري مثلا وعايزه اعرف هو هيبقى بتاع ميل ولا فيميل، في جينات معينه موجوده على الاكس كروموزوم، هي دي اللي بقدر اعمل لها امبليفيكيشن وديتكشن، لو طلعت موجوده يبقى الامبريو دوت ايه ميل. خلاص في السكس ديترمينيشن اوف امبريوز عشان